السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هعمل الفول بالطماطم والبصل والخضرة، طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعم جميل جدا. معايا كمية من الفول حوالي كوبايتين، معايا فلفل رومي، معلقة ثوم مفروم معلقة صغيرة، ومجهزة نص معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الملح ونص فنجان من الزيت، بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة، ومجهزة الخضرة. معايا عودين من الكزبرة والشبت والبقدونس، يعني كمية بسيطة من كل نوع، برضو فرمتهم رفيع. ومعايا كوباية عصير طماطم صغيرة وحوالي حبتين طماطم مقطعاهم مكعبات. هنزل الزيت في الطاسة، وأول ما يسخن هضيف له البصلة وهقلبها مع الزيت لحد ما تبتدي تدبل. قبل ما تاخد لون هنزل الثوم وهقلبهم مع بعض. مجرد ما يبتدي ياخد البصل والثوم لون فاتح هضيف له الطماطم، وهخلي النار متوسطة وهسيب الطماطم لحد ما تتسبك والمية بتاعتها تنشف خالص. بعد كده هضيف لها الفلفل الرومي وهسيبه لمجرد دقيقة واحدة بس، هو طبعا بيستوي بسرعة. هضيف له كمية الفول اللي انا مجهزاها، وكمية الفول لو هي فيها مية خفيفة هكتفي بيه، لكن لو تقيل زي اللي انا مستعملاه هضيف له ربع كوباية مية، لان الفول طبعا من الحرارة بيتقل تاني، لمجرد بس يبقى خفيف واقدر اقلبه. هسيبه دقيقتين على النار، الفول طبعا مستوي ومش محتاج ياخد وقت. هحط له الفلفل والكمون وهقلبهم مع بعض والخضرة كمان، ومجرد دقيقة واحدة بس على النار. الخضرة طبعا ما بتاخدش وقت وبتدبل على طول. كده الفول بعد دقيقة هيكون جاهز، وده شكله بعد ما خلص. انا استعملت فول انا اللي مدمساه، وهحط الرابط بتاعه في صندوق الوصف للي حابب يشوف الطريقة ويعملها. هنزينه بالبقدونس والفلفل الرومي او الفلفل الالوان، طعم جميل جدا وطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.